هل سمعت عن إنسان بيشتكي من صداع مزمن وحاد ولم يعالجه أحد ولم يستطع أحد أن يسعفه سنين وأعوام، وألام في الرقبة والأكتاف؟ هذه هي المشاكل التي نراها دائما، وحمدا لله الكايروبراكتيك ميديسن، العلاج بتقويم العمود الفقري، شفى هؤلاء جميعا. أنا الدكتور خالد أحمد خرشد، أخصائي تقويم العمود الفقري ومعروف باسم كايروبراكتيك ميديسن، وهذا منتشر في أمريكا والدول الأوروبية، ونتمنى أن ينتشر في بلادنا ليعالج مثل هذه الحالات. النهاردة هنشوف حالة شاب بولندي في مقتبل عمره، عانى لمدة 17 سنة من آلام في الرقبة وصداع حاد والأكتاف، وعانى معاناة شديدة ولم يسعفه الأطباء أو الأخصائيين من أخصائي الأعصاب وأخصائي الآلام. الكايروبراكتيك ميديسن حل هذه المشكلة وأصبح في شفاء كامل، ويأتي فقط للزيارة لاستمرار التأكد من أن العمود الفقري في تقويم كامل. ليس هناك أي شكوى في زياراته، ولكنه في صحة تامة، وسنراه الآن ونتحدث معه ونعرف حكايته، ونشوف إزاي بنقوم العمود الفقري، وما نفعله من رياضة خاصة بعد تقويم العمود الفقري. بروني، good doctor. Bruno, you have been coming here. يعني أنت كنت بتيجي هنا مدة طويلة، فكان عندك شكاوي قبل كده. What you was? You do remember what was the first complaint when you came here? Oh, it was my I had the symptoms in my neck. My neck was my atlas. I believe it was out of alignment. That's good. You are specific now of knowledge. Well, you teach me. He says that يعني هو يقول إنه الرقبة كانت فيها ألم، وخاصة الفقرة الأولى، وسماها باسمها أطلس. فهو دلوقتي طبعا أنا دائما بكلم المرضى وأحكي لهم، فابتدوا يعني طبعا هما بيبقوا على علم الحمد لله، حتى لو كانوا ما لهمش أي خلفية طبية. And you have been to doctors before you came here. I was. Yeah, and you were suffering of this for some time before. It's going to be 14 years, but I believe you fixed it. Subhanallah. He said that he was هو كان يعني عنده هذه الآلام لمدة 14 سنة، وراح لدكاترة كثير ويعني لم يفلحوا في علاجه، ويحمد الله إنه هو جاء إلينا وشفى بعد الكايروبراكتيك أدجستمنت. طب since then your neck is good. Well, there is some stiffness, but at regular checkups we're getting better. That's good. Yes. فيقول إنه لم تعود الآلام مرة أخرى، لكن أحيانا يشعر بتقلصات في عضلات الرقبة، ولكنه يأتي بصورة منتظمة للكايروبراكتيك أدجستمنت، وبالتالي فهو لا يعاني البتة هذه الأيام. Why you are here today? I was just going to continue my regular checkups. So he's today just يعني هو هنا النهاردة بس عشان يعرف إذا كان أحوال العمود الفقري طيبة أو لا، كنوع من الوقاية والعناية، وليس عنده أي ألم اليوم. فإحنا هنمشي بالعلاج الطبيعي اللي إحنا كنا بنعمله، وهتشوفوا باختصار إحنا كنا بنعمل إيه قبل كده، وهيكون مشابه لما قبله، وهيبقى يعني تكون مراجعة للفيديوهات السابقة. مستر برونو، بليز كومن. نرفع رجلين اثنين عشان تبقى أقرب إلينا، عشان نشوف إذا كان في رجل أقصر من رجل. الحقيقة ما فيش اليوم، هما في توازي وتساوي، وده خطوة أولى عشان نعرف إذا كان في أي قصر. لو كان في أي قصر، السبب هيكون يا إما العمود الفقري يا إما الأطراف السفلية، وزي ما شرحت لكم قبل كده، لو في قصر هنتني الركبتين بهذا الشكل، وهنشوف لو استمر القصر أو القصر بيكيم أطول، فده معناها
السبب في الأطراف السفلية. أما إذا القصر استمر كما هو فيبقى السبب في العمود الفقري، وفي الغالب بيكون في أسفل الظهر. عظيم. Bruno, please make your chin touch your chest down, back and relax. Good. I'm not going to search for cervical syndrome because usually he doesn't have pain, but it doesn't harm. We can do that. Let's check for the cervical syndrome. Bruno, can you turn your face to the right and lay down on the table? Relax the shoulders, no short, back to the center. Now to the left, back to the center. فاحنا فحصنا الرقبة في الاتجاهين ولم يحدث أي قصر هنا، وبالتالي ما عندوش cervical syndrome، يعني ما عندوش شيء ملموس في الرقبة يمكن نحن نقلق عليه أو نبحث عنه. لكن برضو نحب نعرف إذا كنت كل الفقرات في وضعها السليم. Push your face hard on the table, then relax. Look down to right shoulder, back and legs, and left shoulder, back and legs. Look up to the right corner in the ceiling, down legs, and left corner, down legs. Look up in front, down legs. No short at all. So احنا فحصنا الخمس فقرات ولم تظهر اي قصر في هذه الفقرات، والمريض ليس له اي شكوى، فلا داعي ان احنا نبذل مجهود في فحص اخر. فنعود الان الى اسفل الرقبة عند الفقرة رقم 7 و6، لأنهم لا يتحركوا مع الرقبة كما شاهدنا. نأتي عند الفقرة رقم 6 ونشوف بقى بالموشن بالبيشن بالإحساس في حركتها. أنا شعر أن الحركة أسهل وأنا رايح لليمين، وفي صعوبة في الرجوع إلى اليسار، فقد يكون في شيء رقم 6. هنشوف إذا كان في شورت، وفي شورت يبقى احتمال رقم 6 عايزة تضبط. فنأتي عند رقم 6 ونعمل اختبار ان احنا بندوس في المنطقه اللي احنا بنفكر انها ممكن تكون good for adjustment، اللي هو left side بتاعت البادي، اللي هو الجزء الايسر من جسم الفقره الثالثه على جسمها نفسه. بنحنا بندوس، وده اختبار. لو حصل ان الشورت اختفت، ده معناها هو ده المكان اللي عايزين نعمل فيه ضبط الفقره، وده اللي حصل فعلا. ويمكن ضبط الفقره باليد او بالاكتيفيتور. هنستخدم الاكتيفيتور، ده جهاز اسمه امبلس. في عدة قوة هنا، 1 لـ3، ممكن نستعمل أيهما ما يناسب الفقرة. لو عندي الفقرة الأولى هستعمل أقل قوة اللي هو رقم 1. فحصل دلوقتي الشورت راح، بنيجي عند رقم 6 مرة أخرى ونشوف الحركة دلوقتي بقت طبيعية. يعني راحت الفقرة في وضعها السليم، ما كانتش في المفصل بالظبط، وده بنسميه سبلكسيشن. فطالما ما كانش في المفصل ممكن تدوس على أعصاب، ممكن تعمل ألم بنسميه بنشنج نيرف وحاجة زي كده. نيجي عند رقم 7 بنلاقي نفس الحكاية، يعني في برضه مقاومة في الجانب الأيمن، ولو حصل إن في شورت بالظبط، في شورت، يبقى احتمال إنها عايزة adjustment، عايزة تقويم. فأنا آجي برضو في الجانب الأيسر على نفس البادي رقم 7 وأدوس كأنه اختبار، ولو حصل إنه بقى راح الشورت، يبقى معناها هو ده المكان اللي إحنا نعمل فيه adjustment. رقم 7 هي أقوى فقرة زي ما إحنا عارفين في الرقبة، ويستحسن استخدام اليد، وإن كان الأكتيفيتور ممكن برضو يستخدم. فأنا وريتكم الأكتيفيتور في رقم 6، هوريكم استعمال اليد في رقم 7. وانتم زي ما عارفين الترابيزه هنا مقسمه الى اجزاء، انا هرفع جزئين هنا في المنطقه الظهريه بهذا الشكل، نقويها هنا. ممتاز. هاجي عند رقم 7 هنا، ورقم 7 هي اكبر فقره في الرقبه، وعشان كده بنسميها فيرتبرا بروميننس، لانها بروميننس يعني سهله الايه
الإيضاح لأنها بارزة. فبنيجي هنا عند البادي اللي هي جسم الفقرة من ناحية اليسار بهذا الشكل، والإكستندد هاند الأرم مشدود بهذا الشكل. برونو بليز تيرن يور فيس تو ذا رايت. هذا هو الطريقة لتقويم الفقرة السابعة بساعد يكون مشدود بهذا الاتجاه. نيجي عند الفقرة الأولى الثراسك والفقرة الثانية. الفقرة الأولى كويسة، الفقرة الثانية في شوية مقاومة. هنشوف لو في شورت يبقى عايز ادجستمنت، ما فيش شورت يبقى كويس. طب المقاومة دي جت من ايه؟ ممكن يكون اللي بعديها فيها مشكلة اللي هي رقم 3. فما اجي عند 3 الاقي في مقاومة جامدة جدا عند 3. 3 مش وضعها السليم ابدا. فدي معناها 3 ثراسك الظهرية رقم 3 سبلاكسيتد، فيها سبلاكسيشن، انها مش في وضعها السليم وفي شورت. نختبرها برضو. انا احب اختبر الفقره قبل الادجستمنت وبعد الادجستمنت عشان ابقى متاكد انه اللي احنا بنعمله مطلوب. فلما قبل الادجستمنت بدوس عليها بلاقي فيه تحسن، ده معناها انه محتاج ادجستمنت. لو ما حصلش تحسن يبقى ما هياش عايزه ادجستمنت. انا حاجه من ناحيه اخرى، لان هذه الفقره انحرفت الى الجانب الاخر. هنعمل نفس الحكايه اللي عملناها مع سي 7 بس الناحيه الاخرى. هحط يدي هنا اهو. برونو بليز لوك ات ذا اذر شولدر. عود واستريح. عظيم، تتحرك طبيعي دلوقتي. هنشوف حصل ايه هنا. راح الشورت خالص، ده تمام، معناها انها رجعت لوضعها السليم. نيجي رقم 4 كويس، رقم 5 مفيش مشكله هنا، رقم 6، رقم 7 كويس، رقم 8 ابتدى يحصل نوع من التوتر. هنشوف هيحصل ايه عند رقم 8. اذا كان في شورت يبقى هنعمل ادجستمنت، مفيش شورت الحمد لله. يبقى نروح نشوف 9. 9 هنا في مقاومه شديده، ولذلك انا ابتديت احس بيها رقم 8، لكن ده 8 ما ظهرتش شورت، يبقى معناها 8 كويسه. اما 9 ففي مقاومه اشد، ونتوقع ان يحصل فيها شورت هنا، وفعلا في شورت. فاحنا هنيجي ونختبرها برضو قبل الادجستمنت وبعد الادجستمنت عشان نشوف هل فعلا حصل تحسن هنا. فيبقى نتجه الى تقويم الفقره التاسعه الظهريه. الطريقه دي بقى دلوقتي هتبقى مختلفه، يعني من 1 ل 3 و 7 في الرقبه بنعمل الايه الساعد الممتد، اما هنا نستخدم اليدين. واليد هتكون على الترانسفيرس بروسيس اللي هو النتوء المستعرض بتاع الفقره. البيزي فورم بتاعت الهاند هتيجي عند النتوء المستعرض للفقره، والسينر ماسل هيجي في اتجاه معاكس بالايد الاخرى عند الايه ترانسفيرس بروسيس اللي هو النتوء المستعرض للفقره من الناحيه الاخرى. بنرفع الطاوله. خد نفس قوي. Take deep breath in. Get out. Yes. Now we see how it happened. It now moving normal. It went back to the right joint and the short اختفى، راح القصر. فنستمر ونشوف اللي بعديها اللي هي رقم 10. رقم 10 كويسة، رقم 11 كويسة، رقم 12 كذلك. ما فيش أي مشكلة، بيتحركوا طبيعي وما فيش أي شورت. يبقى احنا خلصنا الرقبة والفقرات الظهرية. قبل ما نبدأ في الفقرات السفلى هنشوف الأكتاف والذراعات. برونو بليز بوت يور أرمز بسايد يو أون ذا تيبل. نهتم بالحكاية دي لأن أنا هستخدم الأذرع بعد كده وأنا بختبر الفقرات السفلية. لو في اي شورت فيها، في اي صعوبه في الاكتاف او الذراعات الازرع، فده هيخلي اختبار الفقرات السفليه غير دقيق. لازم نهتم بهذا قبل ما نصل الى الفقرات الظهريه.
Bruno, please push left elbow hard in your body, then relax. And push right one. Excellent. No short at all. ده معناها انهم في وضع سليم ممكن استخدمهم في تشخيص الفقرات السفلى الظهرية. ريح الذراعات. Relax your arms down. الفقرات القطنية اللي احنا دلوقتي هنختبرها. ضع الذراع الايسر في اسفل الظهر. Put your left hand on the lower back. That's good. Relax your hand. Right hand on the lower back. أنا بدور على أي شورت، ما فيش شورت. ريح زراع. Rest, relax your hand. Put both hands on the lower back. Here في شورت now في دلوقتي قصر. فده معناها رقم 3 أو 2. Relax your arms now. فهنيجي نشوف 3 و2. عارفين الإليا كريست بيبقى مستوى رقم 4 في النمبرز. Above it is رقم 3. فنشوف حركة رقم 3 motion palpation. الحركة هي سهل الحركة لليمين عن إن أنا أرجع. أشوف رقم 2 وأقارن. لا 2 في تقلص أكتر. فأيهما لازم نعمل الاختبار اللي احنا بنعمله قبل الأجسمنت. أفضل إن أنا أبدأ عند رقم 2 لأنها أكتر تقلصا من رقم 3، ويبدو ان هي هتحتاج adjustment، وفعلا حصل تحسن هنا. فاحنا نوصل رقم 2 وبعدين نعود لرقم 3 مرة اخرى. فهنا 4، هنا 3، هنا 2. هنا بقى هنستخدم ايد واحدة بهذا الشكل. فرقم 1 و2 ايدي هتكون متجهة الى القدم، لكن رقم 3 و4 و5 ايدي هتبقى متجهة إلى الرأس. الأجسمنت الساعد هيبقى مستقيم وهيبقى من الخلف إلى الأمام مباشرة. 3 بيبقى الساعد كده، 2 بيبقى الساعد كده، 1 بيبقى الساعد كده. فإحنا نبقى بهذا الشكل. Take deep breath in. Exhale out. Relax. طبعا هذا الادجستمنت رجع الفقره الثانيه مره اخرى الى وضعها السليم. تتحرك طبيعي دلوقتي، مفيش اي مقاومه. نشوف 3 و3 كذلك. فاذا المشكله ما كانش في 3، المشكله كانت في 2، وان كانت متاثره برقم 2، لكن الان مفيش اي تاثير والاثنين بيتحركوا كويس. طيب برضه نتاكد رقم 1 اللي فوقيهم ساعات بتكون مختلفه في وضعها. فنشوف رقم 1. رقم 1 ما فيهاش اي شورت. احنا الحقيقه عملنا اختبار ال 4 و5 وما حصلش شورت، لكن برضه للتاكد بنعمل اعاده كشف عند رقم 4، لان ساعات الاختبار اللي هو بوضع اليد ما بيظهرش، وساعات يبان بالموشن بالبيشن. فاحسن عشان ما ايه ما تضيعش علينا هذه الفقره وترجع بعد كده تعاود وتعمل الام. فاحنا نختبرها بطريقتين، بالاكتيفيتر بروتوكول وبالموشن بالبيشن. يبقى دبل تشيك. انا بسميها دبل تشيك، يعني اعاده الفحص للتاكد، وده مهم عشان خاطر المريض. وساعات الحقيقه بعد ما انا ادجست رقم 3 ده يروح محرك رقم 4 او يحرك رقم 5. يبقى انا اختبرتها قبل الادجستمنت رقم 3 او 2، وبعد كده اتحركت وما عملتش اختبار ثاني، يبقى يمشي المريض وهيرجع له الالم ثاني وهيقول العلاج ما ينفعش. فأنا عايزه يخف وعايزه يثق في هذا العلاج، تقويم عن طريق اليد من غير أدوية ومن غير مسكنات ومن غير حقن ولا كورتيزون ولا مصر ريلاكسنت ولا خلافه. فبنيجي عند الحوض دلوقتي ونشوف الحركة بتاعة المفصل اللي بين الإليوم والسكرم، السكرو إليوم جوينت، ونشوف هل القدم بتتحرك لوحدها ولا بتتحرك التانية معاها. بتتحرك لوحدها يبقى المفصل كويس. نشوف القدم التاني اهو بيتحرك لوحده. فالحقيقة المفصلين كويسين. ونتأكد الحكاية دي ازاي؟ ان احنا نشوف هل في شورت ولا لا. لو في شورت يبقى في فرق في المفصلين. لا مفيش شورت. يعني ساعات الواحد ما يقدرش يجزم بالعين لان بيكون الفرق بسيط بالنسبة لحركة الاقدام. لكن يلاقي شورت يعرف على طول ان في شورت، لكن يبقى في مشكله.
لكن ما فيش مشكلة في السكرو إيليك جوينتس. هنيجي بقى لآخر حاجة في العمود الفقري اللي هي السكرم. طبعا آخر حاجة هو الكوكسيكس، بس ما الكوكسيكس نادر لما يحصل فيه مشكلة إلا إذا كان واحد وقع عليه أو حاجات من دي، فما بنعملش روتين إكزام للكوكسيكس أطول إلا إذا كان فيه مشكلة. فبعتبر السكرم هو آخر حاجة في العمود الفقري، عشان دايما بنعمل اختبار لكل المرضى. So please make your knee straight and raise the right leg as high as you can. فرفع الرجل بهذا الشكل الحمد لله. أيوه. So the other one. كويس. فالمريض السكرم بتاعه كويس يقدر يرفع رجله بهذا الشكل. لو في مشكلة في السكرم هتبص لها رجل ما ارتفعتش زي التانية وأقل منها، والساعات ما يقدرش يرفع رجله خالص لأنه الألم شديد، والساعات ما يقدرش يمشي خالص ويجي يا إما شايلينه يا إما على كرسي متحرك بسبب إيه؟ هو السكرم. مجرد ما نرجع السكرم الوضع الطبيعي يمشي طبيعي، ما فيش ألم، ما فيش أي مشكلة، والناس تهتف وتقول ميركل ميركل، معجزة معجزة، وهي لا معجزة ولا حاجة، هو إحنا عدلنا السكرم المعوج. Did you feel any pain or discomfort? No. So sacrum is good. المريض لا يشعر بأي ألم في هذه الحركة، مخالف للآخرين اللي عندهم مشكلة في السكرم. فنيجي هنا ونشوف كمان مفصل الفخذ left hip. مجرد ما أنا stroke the left hip لو في مشكلة هيبان short، ما فيش. أنا أجي بقى برضو الرايت اليمين ما فيش، فيبقى برضو الهيبس كويسة. بعد كده أتجه إلى الركبتين. Squeeze your knees then relax. بيضغط الركبتين على يدي، لو في مشكلة هتبان. حصل إيه؟ حصل إن الشمال هنا شورت الوقت عن يمين، يبقى أكيد في مشكلة في الركبة الشمال مش في وضعها السليم. فنشوف هل ونشوف إزاي الركبة الشمال مش في وضعها السليم. فنيجي في الجانب الأيمن من الركبة الشمال ونعمل ضغط بهذا الشكل ونشوف لو حصل تحسن، وده حصل تحسن يبقى معناه الركبة تميل إلى الداخل، سميها ميديال ني. لو جيت أنا في الخارج وعملت كده هتبص تلاقي حصل إيه؟ حصل شورت. يبقى المشكلة تعالج من هنا. اللي يعمل الرجل أطول يبقى هو ده اللي عايزين نعالجه. يبقى المشكلة الحقيقة في الخارج وإحنا بنعالجها من الداخل. وهنستخدم برضو الأكتيفيتور أو نستخدم هذا الجهاز اللي بيسموه الإمبلس. فالحقيقة دي بنسميها ميديال ني، يعني عايزين نعالج الركبة من الجانب الداخلي، وده دايما مرتبط بمفصل القدم، فاحنا هنعملهم الاثنين مع بعض. هنيجي هنا اهو. I found short here so I will adjust it now. Okay. That goes with the ankle. How are you doing, Bruno? Good. تمام. نيجي خلاص راح الشورت، بس عايزين نتأكد بقى من وضع التيبيا والفيبولا ونشوف الجانب الآخر. فأنا هاجي عن التيبيا وادوس بهذا الشكل، ما فيش أي شورت، هشوف هل في روتيشن، هل التيبيا فيها التواء. حصل إنها طولت مش قصرت، ولو أنا جيت يعني بطريقة مائلة بهذا الشكل هيحصل شورت، يحصل قصر. يبقى الرجل ملتوية إلى الخارج، أنا عايز أعدلها، أعملها إيه؟ أنويها إلى الداخل، بحيث أنا لما باجي كده هو بيروح الشورت. طب أنويها للداخل إزاي؟ هرفعها كده وحاجي من هنا وهأجست بالإمبلس إنسترومنت بهذا الشكل. دي الـ chin of the tibia وأنا هاجي من النوع، فده هيرجع الالتواء لوضعه السليم وراح الشورت، بحيث لو انا عملت الاختبار مرة اخرى هكذا مش هيحصل شورت، مفيش شورت. فاحنا عدلنا التيبيا لانها كانت مائلة، وعدلنا الركبة. طيب الفيبولا بقى، نيجي عند الفيبولا، الهيد اوف ذا فيبولا هنا اهو، رأس العظمة الخارجية للقدم هنا اهو. فانا هاجي في الخلف واشوف ما فيش شورت. طب نيجي بقى الجانب الاخر، تيبيا في الجانب الاخر، عظمه الرجل هنا كويسه ما فيش اي شورت. هل في التواء؟ في التواء، دايما التواء هنا بيحاول يعوض الالتواء هنا.
فإحنا الالتواء هنا عالجناه، نشوف هل نقدر نعالجه في اليمين. هنعالجه في اليمين برضو. هنيجي هنا هون برضو الشين أو ذا تيب. طيب نيجي الفيبولا هنا. أوكي. مهم جدا ان احنا نشوف الاطراف السفلية حتى لو المريض ما عندوش اي شكوى. ليه؟ لانه دول الفاونديشن، دول الاساس للانسان وهو يسير وهو يتحرك. لو في اي عدم انتظام في الاقدام وفي الاطراف السفليه هيأثر في العمود الفقري، وهذا التاثير هيصل الى حتى الرقبه الراس، بحيث انه الناس اللي عندهم فلات فوت او الاقدام ما هياش الكيرفات فيها تمام ومسطحه، ده بيأثر في العمود الفقري وبيسبب لهم الام شديده. وكل التاثيرات اللي بتحصل في الديسكس الغضاريف كلها دي بتحصل برضو بهذا السبب. وعشان كده بنعمل احيانا لما يكون عندنا اي شكوى او اي يعني امبالانس ان ذا فيت، بنعمل سكانينج للاقدام وبنعمل الفوت ليبلرز وهو انسرت عشان خاطر نبالانس. ده عباره عن فرشه بتتعمل مخصوص وفقا للقصر اللي موجود في الاقدام. So here is good now. فاحنا وجدنا فقط في اسفل الظهر فقره رقم 2، هي الفقره الوحيده اللي ما كانتش في وضع سليم وما كانتش بتتحرك كويس. فمن الحكمه ان احنا نبتدي نعودها على الحركه الطبيعيه وندي فرصه للديسكس اللي حواليها يكون يعني في صحة طيبة. ولذلك نستخدم هذه الطاولة هنا رقم 2، لأنه زي ما أنا وريتكم قبل كده إن فيها ميكانيزم ممكن نحرك هذه الفقرات. فأنا همسك هنا رقم 2، فأنا همسك اللي فوقيها اللي هي رقم 1 برباط هنا يربط الجسم إلى الترابيزة. وبعدين هننزل نص الطاولة بعيد وبأربطة أخرى هنأتي ونمسك الأطراف السفلية هكذا، وعند أعلى مفصل القدم كذلك هنا والآخر بهذا الشكل، والطاولة تتحرك أوتوماتيكيا. في طاولات بتحرك باليد، فإحنا الحمد لله عندنا حركة أوتوماتيكية، لا داعي أن أنا أجهد نفسي بهذا الشكل. أما إذا ما كانش يتحرك أوتوماتيكيا، إحنا عندنا دراع هنا أهو، هذا الدراع أهو ممكن أحركه هنا هيجي في الوسط. همسكه بإيدي وأحط إيدي فوق هنا، أرفعها لفوق وأنزله لتحت. لو فيش حركة في الكهرباء ممكن أعمله بإيدي يبقى يدوي، أو لو اتقطعت الكهرباء زي ما بيحصل كتير في مصر فساعتها ممكن تستخدمه اليد بدل الكهرباء، والمريض يستفيد كذلك، مش يبقى عنده سوء حظ إن الكهرباء مقطوعة اليوم النهارده. هنا الحمد لله كله اللي بيحصل ايه مع حركه الطاوله بتنزل تحت بيفتح المسافه بين الفقره الثانيه والفقره الاولى اللي احنا ماسكينها. كل ما بينزل تحت بيعمل كده يطلع لفوق يرجع للوضع الطبيعي، ينزل تحت بيفتح. مع هذه الفتحات بنرجع اكشولي الحركه الطبيعيه للعضلات اللي ما عند الفقرات والاربطه، وكمان بتضخ السوائل لتغذيه الغضاريف بين الفقرات، وهو الغضاريف ما لهاش تغذية إلا من السوائل اللي هي جاية مخصوص ليها اللي هو السريبرو سباينال فلويد اللي بيتكون من أعلى الرأس وبينزل حوالين العمود الفقري لتغذية هذا الغضروف اللي بين الفقرات. ولو حصل إنه الفقرة قعدت مدة طويلة مش في وضعها السليم بيمنع السوائل إنها تصل إلى هذا الغضروف، فبيحصل جفاف في الغضروف، والغضروف لما يبقى فيه جاف يبدأ في
التكسير يبتدي يتكسر، ومحتوى الديسك اللي هو الوسط اللي هو مادة هولمية من ديسك نيوكليس بالبوزس يبتدي يخرج من هذا التكسير ويبتدي يضغط على الأعصاب ويعمل ألام نسميها ألام أسفل الظهر اللي ممكن يلتجه ويرجع وينزل إلى الساق ويعمل حالة نسميها عرق النثر أو سياتيكا. الحمد لله ما عندناش كل الحاجات دي، كل اللي بنعمله دلوقتي إن احنا بنحافظ على هذه الفقرة عشان ما يجيش في يوم من الأيام أي ألم في هذه المنطقة. فيعني ده نوع من الوقاية، والوقاية خير من العلاج زي ما احنا بنقول في بلدنا. Yeah, first thing, we start at the elbow here. Okay. We go in and in. Mm-hmm. Every time you go down, 10 times. Okay. 10 مرات. ونأتي عند الأكتاف with the shoulder. 10 times. Good. And then you roll it. 10 times. And then forward. 10 times. Good. And then upwards, 10 times, between the knees, 10 times, and then out of the knees, 10 times. Then you start again from the elbow, another round. هذه الحركة هي حركة تقليد الحصان، وبها يحصل نوع من الضخ السوائل في الظهر، فده يرجع كل الكارتليج إلى وضعه الغذائي السليم، لأن الغذاء كله يأتي من هذه السوائل. عمر بن الخطاب له قول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فركوب الخيل أنا كنت فاكر إن هو مجرد يعني نوع من الانتقال، النهاردة نستعمل السيارات، يبقى كنت فاهم إن يبقى نعلم أولادنا يركبوا السيارات، لكن الحقيقة هو فرق كبير من الواحد يركب السيارة ويركب الحصان. الحصان بيتحرك بهذا الشكل، وهذا مش حصان بس، حصان، حمار، الجمل، النعامة، الفيل، كل هذه الحركات ربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه يخليها الحيوانات تمشي بسهوله ويسر زي الكاديلاك والمرسيدس والبي ام دبليو من غير اب اند داون، لكن ده ما كانش هيخدم الظهر على الاطلاق. ربنا هو اللي خلق هذا الجسم ويعلم ماذا يفيده، فخلق الدواب بهذه الحركه مش اعتباطا، لا، بسبب لغذاء هذا العمود الفقري، لأن العمود الفقري يحمل ويحمي النخاع الشوكي اللي بيها كل نشاط الجسم مبني على هذا العمود الفقري وعلى هذا النخاع الشوكي. يعني كانوا بيحاربوا هم راكبين حصانة، في الحرب هو في الحقيقة يعني ده حياة أو موت، فيحتاج أن يكون في أقصى وقمة القوة والصحة والحيوية والليونة عشان يقدر يحارب. Excellent. Now we'll go and do the next two. That's how we do. هذه الحركة باستخدام هذا القرص أو هذه العجلة، هذه العجلة بضغطها على الحائط بيقوي الأربطة والعضلات في الرقبة. يتجه ويضغط عليها ويعد لغاية 10 وبعدين يرجع إلى الخارج، ومرة أخرى يعد لغاية 10 ويرجع إلى الخارج. أنا بطلب منه يعمل كده 5 مرات وبعدين بالعكس،
In the back, right? In the back. فدلوقتي هيحط الحلقة على خلف الرأس. لو رفعناه شوي, we can raise it a little bit here. Yeah, that's good. فبالتالي الحلقة ضغطة على الأكسبوت اللي هو العظمة الخلفية من الجمجمة. فبنضغط دلوقتي, بنقوي العضلات خلف الرقبة والليجامنتس نيوكي. كل ده بيساعد على ان عضلات الأربطة تكون قوية. فأي سبلكسيشن ما يحصلش, يعني نوع من الوقاية من حدوث ان الفقرة ما تبقاش في وضعها السليم. فإحنا النهاردة وجدنا الفقرة رقم 6 و7 في الرقبة, فده هيخدمهم ويفضلوا في مكانهم السليم. بعد كده بطلب مريض يعمل من الجانب الأيمن والأيسر. Yeah. Okay. No, you have the right and left. Yeah. So we do. Yeah. يعني بفكره. أيوه. أو لو if it goes down a little bit. Yes. دلوقتي بنحط الحلقة. If we go down a little bit here, yes. على التمبرال بون. برضو 5 مرات في كل اتجاه. احنا خدمنا هنا الاطراف السفليه والظهر العمود الفقري, وهنا خدمنا الرقبه وفقراتها. اوكي اكسلنت, ثانك يو, فيري جود. الحمد لله اهو, انتوا شفتوا نتيجه العلاج وشفتوا ازاي ان هو سعيد بهذه النتائج. والحقيقه هذا الصداع المزمن بتمر بينا حالات كثيرة, وتشتكي انه حتى المسكنات ما بتضيعش الصداع, ربما تقلله من مستوى 10/10 الى مثلا 9/8/10, لكن لا زال صداع. انا شخصيا من الناس اللي كنت بعاني من هذا, يعني كل كام شهر يجيني ايام 3-4 ايام حالة من الصداع الشديد, حتى ما كنت في كلية الطب كذلك, ولم يسعفني الطب ولم يسعفني أستاذتي. وظننت وكثير يظن أنه هذا صداع طبيعي, وطبعا كلمة طبيعي مش مفروض تضاف إلى أي عرض مرضي, ولكننا لأننا بقت بحكم العادة هذا الصداع مزمن ويأتي وليس منه مفر. يعني لا تستطيع العمل, لا تستطيع التفكير, لا تستطيع الدراسة في هذا. حتى وصلت إلى الكابراكتيك واكتشفت هذا المجال, وكنت في الأيام الأولى من دراستي في هذه الكلية لمعرفة هذا المجال الجديد, وانتابني الصداع. وسألت زمايلي من الطلاب هل أحد عنده أي أدوية عشان نسكن الصداع, فاستغربوا كثيرا لأنهم يعلموا أنهم لا يستعملون الأدوية في الآلام. فقالوا لي ليه ما تروحش يعني تظبط العمود الفقري بتاعي. انا ما كانش عندي فكره ساعتها, لسه كنت طالب, ما اعرفش انه ممكن التقويم العمود الفقري يعني. وكانت المفاجاه بالنسبه لي ان في ثواني بتقويم فقرات الرقبه انتهى الصداع في الحال وبدون ادويه. خرجت من هذه العياده وانا في حاله من النشوه عمرها ما حصلت لي في حياتي كلها. وقلت ده الكابراتيك ميديسن ده هو ما بيعملش حاجه خالص الا بس الحكايه دي, فده يعني يعتبر هبه من الله. ولم اكتشف ان الكابراتيك ميديسن
ممكن يعالج حالات كثيرة إلا بعد كده في دراستي. والحمد لله إنه حالات كثيرة جاءت إلي وكانت من هذا المنوال وشفت شفاء كاملا. الحمد لله رب العالمين. نتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم، ونتمنى أن ينتشر هذا المجال في بلادنا ونعالج كل هذه الحالات الصعبة اللي هي بنسمع عنها كل يوم وتتردد على العيادات والمستشفيات بلا علاج حاسم. السلام عليكم ورحمة الله.